هي الأغذية التي يفضل تناولها خلال شهر رمضان؟ الحقيقة خلال شهر رمضان يفضل تناول الأغذية الغنية بالألياف والتي تستغرق وقتا طويلا في الهضم، مثل البقوليات والخبز الأسمر وكذلك الزبادي. وفائدة الزبادي فائدة كبيرة لأنه يحتوي على مادة الكالسيوم، وكذلك توجد فيه نسبة من البكتيريا المفيدة للجسم ويقلل أيضا العطش. جمع فادي الطبي لأنك من قيمة أكبر لدينا.